يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله ومع احلى حاجه ميرفت. ازي حضرتك والباشمهندس عبد العزيز؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله شيف. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله بخير الحمد لله رب. انا الاول بس ارحب بالحاجه وبعدين نخش موضوع الحلقه. ربنا يخليك. اول حاجه منورنا، ربنا يخليك ومشرفانا، واكيد احنا يعني سعداء بوجود حضرتك والله. خطوه تسلم. عزيزه تسلم. كتر خير حضرتك، ربنا يخليك. وطبعا منورنا ومشرفنا طبعا الباشمهندس عبد العزيز. ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله كله بخير. تمام الحمد لله رب العالمين. في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ مفيش حاجه. لا 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 انت كده في حاجه. لا خالص، كونك انت اللي قلبك يجيبك تنفس الحاجه على الهواء اكيد في حاجه. لا لا لا، ايه اللي حصل؟ طب مفيش لا اي حاجه، احنا بنتعلم من بعض برضه. بس لا احنا بنتعلم من موضوع المنافسه ده. لا 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 احنا بنتعلم منها برضه. مش ودي بعد المقدمه. اما شاود. لا لا انا بتعلم منها يعني. ماشي طبعا اكيد بتعلم حاجه. ربنا يديها الصحه ويخليها لك يا حبيبي. ربنا يخليك. اعملوا لنا ايه النهارده بقى يا حاجه؟ اعمل طاجن لحمه بالبصل. سلام. وحضرتك؟ اعمل ورقه لحمه. يلا بينا اتفضل. تمام شكرا. وندردش واحنا بنطبخ. تمام. انا شايف حضرتك ما شاء الله الزوز هو الولد الوحيد. صح كده؟ ربنا يحميه لك يا رب. وعندك بنات؟ بنتين. البنتين بيخشوا المطبخ زيه بقى ولا؟ شاطرين جدا. الله اكبر. شاطرين جدا. ربنا يحميهم لك يا رب. خلود شاطره جدا جدا جدا، بس هي متجوزه. ايوه. وبتعمل بقى اكل جوزها طبعا بينبهر بيه. ما شاء الله. الله حضرتك طبعا. لا بجد بجد، هو انسان كويس برضك وبينبهر بيها. اكيد الاكل كويس، بتعمل كويس بطريقه كويسه. بيشكر فيها جدا في اكلها. البنتين نفس السكه؟ نفس المطبخ بتاع حضرتك يعني، ولا حد بيعمل حاجه مثلا الفرانكا شويه، حد بيعمل حاجات هما الاثنين بيعملوا غربي اكتر؟ هما الاثنين غربي اكتر. حلو قوي. والزوز ايه وضعك في المطبخ؟ ايه الحكايه؟ انا بعمل كل حاجه. ما بلاش الكلمه دي في اول. لا والله بعمل كل حاجه بجد. روق. لا انا بعمل كل حاجه دي كبيره قوي. لا لا بعمل شرقي وبعمل غربي وبعمل حلويات كل حاجه. مش غربي ما بقتش شيف ليه يا عم عزيز؟ وحلو نصيب. ونسيب الهندسه. النصيب بقى. لا طبعا. طب قول لي حضرتك، انت بتحب هوايه المطبخ من امتى؟ من وانا صغير يعني، برضو يعني كانت مثلا مامتي تبقى مسافره او كده. ايوه. فكنت اللي هو باكل نفسي برضو ساعات. جدع برافو. تمام. بس حبيت المطبخ. وتعلمت المطبخ من مين؟ وبعدين بحب الاكل ما شاء الله. من هنا والشفا. تمام. ومتعلم المطبخ طبعا من ابويا وامي الاثنين يعني، برضو بيحبوا المطبخ. فانت حبيت الموضوع. بس هو الموضوع وراثي عندنا في العيله كلها يعني. كله بيحب المطبخ. كلهم. ما شاء الله. الشرقي اكتر. كلهم شاطرين.